بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين، المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل. هذا البرنامج أحبائي المشاهدين الذي يعرض من خلال هذه الشاشة المباركة للمسائل الفقهية فقط. نحن نستقبل جميع أسئلتكم أحبائي المشاهدين عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة، وإن شاء الله راح نرد على جميع أسئلتكم الفقهية ببركة وجود ضيف البرنامج سماحة السيد مناف الجزائري. حياكم الله سماحة السيد. الله يحييكم. أسعد الله أوقاتكم مولانا العزيز. الله يبارك فيكم إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المؤمنين لخدمة مذهب محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. ما شاء الله كثير وكثير وكثير من الأسئلة جاءت تجينا سماحة السيد حقيقة، ونعتذر من السادة المشاهدين أنه نتأخر بالجواب حقيقة أحبائي المشاهدين، وبعض الأخوة أيضا حقيقة يتصل اتصال على هذه الأرقام. إحنا نذكر مرارا وتكرارا أحبائي المشاهدين أعزائي، اللي عنده سؤال، طبعا للرجال أخواننا وعزائنا، اللي يحب يدز فيديو مسجل وهو جاي يتحدث بالسؤال، راح نعرض الفيديو إن شاء الله ويانا في برنامج توضيح المسائل. اللي ما يقدر أنه يسجل فيديو من الأخوة والأخوات يدزلنا رسالة عبر الواتساب إن شاء الله، وراح نجيب عليها إن شاء الله من خلال حلقات برنامج توضيح المسائل. حياكم الله سيدنا العزيز مرة ثانية. الله, الله يحفظكم إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله، نتوكل على الله بالأسئلة إن شاء الله. طبعا لدينا سؤال من الأخت أم محمد من محافظة البصرة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الاستفسار من سماحة السيد. لدي ابني مريض، طبعا اسمه محمد، وطبعا هي كاتبة بالشعبي مولانا، تقول: أنا حافسته بالغرفة، عنده تخلف عقلي شبه كامل تقريبا، وما يقدر يصوم ولا يصلي لأن هو مريض طبعا، فما هو الحكم لصلاته وصيامه؟ هل هو معفي عنها أم تبقى بذمته، مع العلم أنه مسجون أو محبوس بالغرفة، وأكله وعلاجه وتنظيفه أنا المسؤولة عن، فتتأكد أنه هل هناك ذنب أو عليه صلاة أو صيام؟ نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية أشكر جميع الأخوة والأخوات المشاهدين لهذه الفقرات أو لهذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإجابة والصواب إن شاء الله، وهو المسدد لكل خير. وثانيا أسأل الله سبحانه وتعالى بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يشافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين، خصوصا أصحاب الأمراض الصعبة. أما بالنسبة إلى سؤال الأخت المؤمنة أم محمد، نعم، لأنه إذا كان هذا الولد متخلف عقليا، لأنه مدار التكليف هو العقل، نعم، إذا كان العقل سالم فيجب على الشخص المكلف
اللي هو يكون عاقل وبالغ وقادر على إتيان أي عمل من الأعمال العبادية. نعم. يجب عليه تلك الفرائض. أما إذا لا نقص من هذه الشرائط الثلاثة واحد، وأهمها العقل. جميل جدا. لأن الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب أصول الكافي للعلامة الكليني رحمة الله عليه أنه مدار التكليف هو العقل. عندما الله سبحانه وتعالى خلق العقل قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، قال وعزتي وجلالي، يعني كان مطيع. نعم. وعزتي وجلالي لم أخلق أحسن منك وسأجعلك في أحب خلقي إلي. جميل جدا. يعني هو الإنسان زين، بك أثيب وبك أعاقب، يعني الثواب والعقاب دائر مدار العقل. إذا وجد العقل ثواب والعقاب موجودات، إذا انتفى العقل أيضا الثواب والعقاب ينتفي، فما عليه تكليف هذا زين. وأما قضية حبسه بحيث أنه لا يسبب له ضرر، نعم، ما فيه إشكال، وإلا هو لا صلاة ولا صيام يجب عليه سقط عنه. نعم. إذا كان متخلف عقليا. أحسنتم. مقدار الأجر والثواب للوالدة سماحة السيد. نعم. أيضا أنا طبعا معذرة، بودي أنه نذكر أيضا تعبها. قطعا لا يعد ولا يحصى، لأنه في كثير من الروايات الواردة عن الأنبياء بأجمعهم، ليس فقط نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، جميع الأنبياء وبالخصوص عن نبينا الأكرم والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وردت روايات عديدة تؤكد بأن الإحسان والبر إلى الوالدة ثلاثة أضعاف. نعم. البر والإحسان إلى الأب. جميل. إلى الوالد. فيأتي شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول له يا رسول الله، هذه أمي حملتها على ظهري 10 سنين، 10 سنين أنا أحملها أطوف بها من مكان إلى مكان، يعني أقضي حوائجها. جميل. إذا تحتاج إلى طبيب أخذها، إذا تحتاج إلى زيارة، إذا تحتاج إلى أي حاجة من الحاجات أحملها على ظهري، وأنظفها وأطعمها وأشربها كما كانت تصنع معي في طفولتي. الله. هل أديت حقها يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وآله أجابه قال والله ما أديت حق طلقة واحدة. الله. من طلقاتها. الله. طلقة واحدة يعني صوت واحد عند الولادة، عندما المرأة تتوجع عند الولادة حق صوت واحد، صراخ واحد من صرخاتها من طلقاتها ما أديته. قال لماذا يا رسول الله؟ وأنا مثل ما هي كانت تعاملني، مثل ما كانت تباريني، مثل ما كانت تحافظ علي، أنا الآن أحافظ عليها بنفس الشيء، زين أداريها بنفس الشيء. قال له تريد تعرف الفرق؟ قال له نعم. قال له أصدقني، أنت الآن في هذه الحالة وأنت قاعد تقضي حوائجها، تنظفها، تلبسها، تسبحها، زين تغسلها، زين تطعمها، تشربها، تتمنى أن تبقى على قيد الحياة أم تموت؟ لا إله إلا الله. قال له لا يا رسول الله، تريد الصدق؟ أتمنى تموت حتى هي ترتاح وأنا أرتاح. لا إله إلا الله. قال له أما هي عندما كانت ترعاك في طفولتك كانت تتمنى أن هي تموت وأنت تبقى. الله. إذن شوف الفرق. فهذه الوالدة اللي مهما كان يعني في سن الطفولة أو في سن الكبر، حتى بعض الناس أنه يقول أنا بعد إذا كبرت وكذا بعد أمي وأبوي ما لهم سلطة علي. لا، الأب والأم مهما كبر الولد أو البنت عندهم بعدهم صغار يفكرون بهم، زين يحافظون عليهم، هذا فشيء فطري الله سبحانه وتعالى جعله في الأبوين في الوالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي الأجر للوالدين، لجميع آبائنا وأمهاتنا المؤمنين والمؤمنات، وأن يوفق
يوفقنا نحن الأبناء للإحسان إليهم وبرهم إن شاء الله. اللهم آمين. أحسنتم سماحة السيد بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من أحد الأخوة يقول: سماحة السيد، أنا بشهر رمضان عندي ظاهرا سن من أسنانه مأذي، فقالوا له أنه تحط له قرنفل ويسكن الألم القرنفل، فيذكر أنه خلى إلى هذا السن وأكمل صيامه بدون أن يبلع ريقة، هل صيامه باطل أم غير باطل مولانا؟ لا، إذا ما أدخل شيء ولو في فمه كان موجود في فضاء الفم ولكن لم يبتلعه، ما أدخله في جوفه، ما في إشكال صيامه. جميل جدا، أحسنتم سيدنا بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من أحد الأخوة يقول: كيفية غسل الجنابة بالدوش؟ طبعا شيء طبيعي، هذا سؤال وجيه أيضا. تارة عندنا الغسل غسل ترتيبي، وتارة عندنا الغسل ارتماسي. بالدوش يعني يكون الغسل غسل ترتيبي، يعني أول ما يأتي، حتى لو أن كان الماء مثلا ينزل على جميع بدنه، لكن هو يقصد، هو ينوي غسل الرأس والرقبة أول مرة. نعم. ويستحب أن يمر يده زين على ذلك الموضع اللي يريد يغسله، رأسه ورقبته، بحيث أنه يستغرقه الماء بالتمام بالكامل. جميل. يغسل رأسه ورقبته بالكامل، بعدين يروح إلى الجانب الأيمن أيضا، يخلي الماء ينزل على الجانب الأيمن ويمر بيده، أيضا مستحب على ذلك الجانب، إلى أن ينتهي من غسله بالكامل، ثم يذهب إلى الجانب الأيسر. جميل. وهكذا. فالغسل بالدوش جدا يعني بسيط. أحسنتم. لا يتصور أنه إذا جاء الماء مثلا هو قاعد يغسل رأسه ورقبته، إذا نزل على بقية بدنه بقية جسمه أنه راح يختل الغسل، لا أبدا. أحسنتم. ما في إشكال. بارك الله بكم سماحة السيد. أيضا لدينا سؤال من الأخ علاء الشمري من العراق يقول: هل يجوز الصلاة للرجل بالملابس الداخلية؟ طبعا هو ذاكر أسماء الملابس الداخلية، وأيضا ذاكر أنه البرمودة. البرمودة نوع من أنواع الملابس اللي تقريبا للركبة، سماحة السيد، الرجل يلبسها. نعم نعم. طبعا الرجل الواجب عليه بأنه في أثناء الصلاة، ليس كالمرأة، المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا قرص الوجه والكفين. نعم. زين، والقدمين. أما الرجل لا، يجب عليه ستر العورة وهو القبل والدبر. جميل. هذا يعني إذا صلى صلاة صحيحة مجرد. نعم. أنه بهذه الملابس الداخلية، ولكن مكروه، مكروه هذا الشيء. نعم. بحيث مثلا اللي علماء الأخلاق يضربون مثال، حتى أنه كثير من علمائنا يرون عنهم، وطبعا ناهيك عن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلم، اللي هم قدوتنا وأسوتنا بالدرجة الأولى. جميل. النبي وأهل البيت، ما سمعنا أن واحد من المعصومين عليهم السلام أنه مثلا صلى أو توجه إلى الله عز وجل بملابس عادية، يعني كان يرتدي ملابسه الكاملة مع العمامة مع الرداء، يعني العباية كذا، ويصلي. فإذا واحد مثلا يريد يروح، يريد أن يذهب إلى زيارة أحد المسؤولين أو أحد الوجهاء في البلد في الحكومة، يلبس أحسن ملابسه، صح لو لا؟ نعم. فكيف إذا جاء إلى لقاء ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى؟ حتى أن الإمام السجاد عليه السلام كان عندما مر من المرات، أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه ينقل، يقول كان الإمام السجاد عليه السلام يصلي فسقط رداؤه عن كتفه، يعني هاي العباية طاحت. نعم. من جهات كتفيه بأبي هو وأمي، فما عدا للعباية، الرداء ما رجعها لمكانه، زين، ما رجع المكانة وأتم صلاته. فأبو حمزة الثمالي رضوان الله
رضوان الله تعالى عليه قال يا ابن رسول الله رأيتك لم تعدل رداءك، ما رجعت رداءك إلى مكانه في أثناء الصلاة عندما سقط رداءك. قال له يا أبا حمزة إني أقف أمام ملك عظيم، الله أنا لازم أنشغل دا أتكلم ويا الله مع الله سبحانه وتعالى، الرداء شنو؟ قال له إذن هلكنا يا ابن رسول الله. الله يعني إحنا الناس العاديين حركات اللي ننشغل أول ما نكبر بتكبيرة الإحرام تعديل ملابسنا وإحنا قاعد نقرأ الحمد والسورة، زين العبث بلحيتنا بشعرنا بكذا، إذن هلكنا يا ابن رسول الله. قال لا، تصحح هذه بصلاة النافلة. ما شاء الله، النافلة الله سبحانه وتعالى جعلها من أجل جبران هذا النقص اللي يصير في الصلاة، فإنه الإنسان يكون بملابسه الكاملة أفضل. أما إذا لا واحد مثلا ما عنده وقت، خصوصا مثلا في صلاة الصبح، صلاة الصبح ما عنده وقت بحيث إذا يريد يرتدي ملابسه وكذا بالكامل يفوت الوقت تطلع الشمس، ما في إشكال. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم، الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا عندنا سؤال ولكن نطلع فاصل ونرجع إلى خدمتكم الأخوة الشرول، إنه عندنا فاصل إن شاء الله بعد إذنكم سيدنا. الله يحفظكم. نعم أحبائي المشاهدين متواصلين معكم وبرنامج توضيح المسائل، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم وبرنامج توضيح المسائل. أذكر السادة المشاهدين لأي سؤال فقهي أو استفسار إن شاء الله بالإمكان إرسال رسائلكم وأسئلتكم إن شاء الله عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. رحبوا معي مرة أخرى بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد مناف الجزائر، حياكم الله سماحة السيد، الله يحفظكم إن شاء الله. مولانا نكمل إن شاء الله أسئلة الجمهور وأخواننا السادة المشاهدين. لدينا سؤال أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفقة الأطفال الغير البالغين هل تستحق الخمس إذا لم يكن لهم رأس سنة خمسية وشكرا؟ إذا كان المال يعني خاص بهم هم يتعلق بهم هم لا طبعا، لأنه الخمس كبقية الفرائض. نعم. يجب على البالغ، مثل الصلاة شلون يجب على البالغ، الصيام يجب على البالغ، كذلك الخمس. نعم. يجب على البالغ، أما إذا لم يكن بالغا فليس عليه خمس أبدا. جميل جدا، أحسنتم سيدنا. أيضا لدينا سؤال من أحد الأخوة يقول أنه الابن الأكبر ووالده متوفي، وظاهرا الوالد مطلوب 20 سنة صلاة، يقول هل يجوز أن نقسم الصيام والصلاة، طبعا صيام وصلاة، علي أنا وأخوتي وشكرا. سلمكم الله، سؤال وجيه، ولكن هذه 20 سنة اللي تركها الوالد هل متعمدا أم لعذر؟ نعم. عادة بأنه عندما يطرحون هذه المسألة يطرحون إذا كان متعذرا من الصلاة والصيام والحج لمرض لعلة من العلل الشرعية، أما إذا كان هو متعمد، إذا كان متعمد في ترك الصلاة، نعم، هل يجب قضاؤه على الولد؟ هنا أكو فد يعني نزاع بين الفقهاء، اللي المشهور يقول إذا كان متعمدا بعد مو واجب على الولد. نعم. فهسا لو فرضنا على أنه كان معذور ولم يأتي بها يجب على الولد الأكبر، هسا إخوانه أرادوا أن يساعدوا إخوته وخواته، زين أرادوا مساعدته تطوعا، ما في إشكال. نعم.
يقدرون يقسمونها بيناتهم، أو هو الولد الأكبر مثلا ما يقدر، هو ما يقدر يؤدي، يقدر يعطي أجرة لمن يصلي عن والده. نعم. إذا كان غير تطوع مولانا، مثلا قالهم أنه هو أبونا كل إحنا ولازم تصلون كل واحد 5 سنوات، لا لا مو لازم عليهم، مو لازم. نعم. يعني هو يقدرون هم يعني يمتنعون. نعم. ولكن هذا مو من باب الإحسان إلى الوالدين. إلى الوالد. نعم. يعني إذا واحد قدر إمكانه، ممكن واحد يقول أنا يا دوب ألحق أصلي صلاتي، صحيح ما عندي مثلا فرصة أن أصلي صلاة أكثر من صلاتي. جميل جدا، وهذا من حقه لأنه مو واجب علي، ولكن ليس من الأدب، ليس من الإحسان إلى الوالدين بأنه نتركهم بدون ما نهدي عنهم. إذا ما أقدر أنا أعطي مبلغ إلى من هو يوثق به ويصلي عن والدي أو عن والدتي. جميل جدا. الأفضل. وقضية المتعمد سيدنا، إذا كان الرجل متعمد أنه ما يصلي 20 سنة، مثل ما ذكرت أنه أكو خلاف بين الفقهاء الله يحفظهم. نعم. بهذا الموضوع. إيه نعم، يعني البعض يقول ماكو فرق بأنه سواء كان متعمد أو لا، بس مشهور الفقهاء يقولون لا، إذا كان متعمدا بعد هذا الولد الأكبر تسقط عن الولد الأكبر. نعم. ولكن مثل ما ذكرت سماحتكم من باب الإحسان للوالد. نعم. أنه يقضي عنه. نعم. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا سؤال من أحد الأخوة من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله، إني أسكن محافظة بابل وعملي في محافظة الديوانية، أسافر 2 أو 3 قصد مرتين طبعا أو 3 مرات بالأسبوع للديوانية، ما حكم صلاتي في هذه الحالة؟ نعم، هو صدق كثر السفر على المسافر، كثرة السفر على المسافر بحيث أنه صلاته تكون تامة في المكان اللي يروح له للعمل، أنه ثلث من الوقت يكون بالسفر. مثلا في 10 أيام، في 10 أيام إذا هو يسافر 3 أيام في 10 أيام، هذا يصير ثلث من هذه 10. في الشهر 10 أيام. نعم. في الشهر 10 أيام إذا هو يسافر يعني خارج من وطنه للعمل مالته، هذا يصدق عليه كثير السفر. نعم. بحيث أنه صلاته تكون محل عمله تامة، وفي محل وطنه ومسكنه أيضا تامة. جميل جدا. أما إذا كان أقل من ذلك، مثلا هو 5 أيام يسافر بالشهر. نعم. هذا بعد ما يصدق عليه كثير السفر. جميل جدا. فالأخ إذا كان 3 أيام بالأسبوع يسافر، صلاته تامة. صلاته تامة. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من أحد الإخوان يقول: إذا كان شخص مقبل على الزواج من بنت وكانت له علاقة مع إحدى أخوات هذه البنت، هل يصح الزواج أم لا؟ طبعا هو يصح الزواج. نعم. أما إذا كان هذه العلاقة يعني العلاقة علاقة شرعية لو علاقة غير شرعية، إذا كانت علاقة شرعية وعاقد عليها عقد شرعي فلا يجوز الجمع بين الأختين، إلا إذا طلقها، إذا انفصلوا أو إذا ماتت الأخت الأولى يقدر يتزوج أختها. فقط في حالة الموت أم الطلاق سيدنا؟ لا، حتى الطلاق. حتى الطلاق. إيه نعم. جاهز. إذا صار انفصال. نعم. بيناتهم يقدر يتزوج أخته. أما إذا كانت علاقة غير شرعية يعني هذا ليس من الآداب، وراح يعني خصوصا إذا بعدين راح يتضح ينكشف هذا الأمر كذا، يصير فد سوء تفاهم، يصير فد مثل ما نقول يعني بالعائلة فد مشكلة راح تصير كبيرة، فالأفضل التجنب. جميل جدا. أحسنتم سماحة السيد. أيضا لدينا سؤال من الأخ أبو جاسم من دولة الكويت يقول: أرجو التوضيح لطهارة وحرمة الكحول التي تستعمل في العطور، وأيضا
الكحول عفوا التي تستخدم قبل ضرب الأبرة في المستشفيات، وأيضا لو ثبت عدم طهارة هذه الكحول أرجو توضيح كيفية التطهير، يعني هل نطهر مكان الكحول فقط أم نطهر الجسم كاملا؟ وجزاكم الله خير الجزاء. نعم، هو اختلاف بين الفقهاء، ولكن المشهورين خصوصا العلماء في وقتنا الحاضر يقولون بطهارة هذه الكحول الموجودة في العطورات وما شاكل. أيضا الكحول اللي تستعمل في قضية التضميد وما شاكل، يعني تطهير المواضع الأبرة وغيرها والجراحات أيضا طاهرة. المشهور أنه يحكمون بطهارة تلك الكحول فمو نجسة. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من الأخت محمد من كربلاء المقدسة، تقول إذا أمكن توضحون هل من عدة للمرأة في سن اليأس من الزواج المؤقت بعد انقضاء المدة المعينة مع جزيل الشكر؟ سلامكم الله. طبعا قبل لا أجاوب عن هذا السؤال أضيف توضيح للسؤال السابق على قضية أنه لو فرض بأن هذه الكحول للتضميد كانت نجسة كيف يكون تطهيرها؟ هل يجب غسل جميع البدن أو فقط الموضع؟ لا طبعا فقط الموضع، الموضع فقط، الموضع فقط يطهر يكفي. أو مثلا الملابس إذا أصابها مثلا رطوبة من ذلك طبعا ليس هناك غسل على لا الطهارة فقط بالماء. أما أحسنت. بالنسبة إلى المرأة اليائس اللي سابقا بالحلقات السابقة وضحنا ما معنى اليائس، بأن هذه المرأة إذا انقطعت عنها العادة الشهرية إذا مثلا وصلت إلى سن 50 أو ما شاكل فتنقطع عنها العادة الشهرية هذه تسمى يائس. اليائس ليس عليها عدة في في قضية الزواج المؤقت. نعم، الزواج المؤقت أو الدائم ما عليها عدة. أحسنت، بارك الله بكم سماحة السيد. أيضا الأخت محمد الشق الثاني من السؤال سماحة السيد تقول العدة بالنسبة للزواج المؤقت والدائم سواء بالطلاق أو موت الزوج، وإن كان للمرأة أبناء من زوج سابق هل يجب الإنفاق عليهم من قبل زوج أمهم سواء بالزواج المنقطع أو الدائم مع بيان مدة العدة إن وجبت على الزوجة؟ طبعا أكو تفصيل بين للمرأة اليائس بين عدة الطلاق وبين عدة الوفاة. نعم. أما المرأة اليائس في عدة الطلاق فلا يجب عليها عدة طلاق، يعني مو لازم تعتد ثلاثة أشهر عدة الطلاق. أما إذا توفى عنها زوجها يجب عليها العدة 4 أشهر و10 أيام؟ نعم يجب عليها العدة في الوفاة، يجب عليها العدة، أما في الطلاق فلا. أما إذا تزوجت من بعدما توفي زوجها أو بعدما طلقها زين وكان عندها أطفال وتزوجت بزوج آخر، الزوج الآخر فقط يجب عليه النفقة من جهة طبعا بالزواج الدائم، أما بالزواج المنقطع نفقة ماكو، أجرة. القرآن الكريم يقول إذا متعتموهن فأتوهن أجورهن، في المتعة في الزواج المنقطع تستحق الأجرة، أما النفقة لا بعد مو واجب. جميل جدا. حتى على الزوجة هي مو واجب النفقة. نعم. فكيف بالنسبة إلى أولادها؟ جميل، لأنه هو واجب عليه أن ينفق عليها هي، أما فقط الأجر. أي أما أولاد زوجها الآخر لا مو واجب. أحسنتم سيدنا، بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من أحد الأخوات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دورتي الشهرية عدد أيامها كان 5 أيام وبعد استخدام اللولب طبعا مانع الحمل تخربطت وصارت 8 أيام، طبعا ينزل أيضا بعد الـ5 أيام دم لونه أصفر، وأيضا هي تحسب هذه الأيام من أيام الدورة علما أنه أصبح لها طبعا على هذه الحالة 9 سنوات، ما حكم الصلاة اللي تصليها بعد الـ5 أيام سماحة السيد اللي ينزل من عندها هذا السائل الأصفر؟ نعم، بالنسبة إلى قضية
العادة الشهرية أو ما تسمى فقهياً الحيض باتفاق جميع الفقهاء، وهذه روايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام بالنسبة إلى الآيات الواردة بالنسبة إلى الحيض في القرآن الكريم. الحيض بإجماع الفقهاء أقله 3 أيام وأكثره 10، يعني إذا صار أقل من 3 أيام المرأة تشوف دم يوم أو يومين هذا مو حيض، لازم يستمر مباشرة 3 أيام فصاعدا إلى 10، ما زاد على 10 أيضا مو دم حيض، هذا مو دم عادة شهرية. فما تراه الإمرأة من خلال هذه 10 أيام كله يعتبر حيض، حتى ولو أنه كان مثلا عادتها الشهرية مثل ما السائلة تسأل يقول 5 أيام كان بعدين اتغير واستمر على هذه الحالة، ما دام بخلال هاي 10 أيام فهو حيض. جميل. تمتنع من الصلاة والصيام وبقية العبادات. أحسنتم صراحة السيد، بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم، والله يعطيكم الصحة والعافية. انتهت حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله، راح نكمل الأسئلة إن شاء الله للجمهور في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. سماحة السيد مناف الجزائر، شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم، الله يسلمكم إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي أنا حسين الأمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.